السلام عليكم مرحبا بكم مرة أخرى في دروس تقوية والفهم بالنسبة للغة الإنجليزية. معكم يوسف دلال، غادي نشرح لكم إن شاء الله هذا الدرس المهم جدا في الجرامير ديال الإنجليزية، جيروند أور إنفينيتيف. هذا الدرس هذا معمول بالنسبة للتلاميذ تاني بكالوريا ومترشحي الأحرار. الوغ كما تتشوفوا في الصورة، عندنا دو فيرب، remember and forget. لاحظتوا remember هي and forget بلوس جيروند اور انفينيتيف. خاصكم تفهموا بان remember and forget بالنسبة للجيروند اور انفينيتيف مختلفين من ناحية لو سونس. remember في الجيروند ماشي هي remember في الانفينيتيف، وفرقت في الجيروند ماشي هي فرقت في الانفينيتيف. اذا كاين واحد الترتيبات، كاين واحد القاعده تتلزمهم، كل واحد عنده المعنى ديالو. ريمبر بلس جيروند، ريمبر بلس الانفينيتيف مختلفين، وفرقت بلس جيروند وفرقت بلس الانفينيتيف مختلفين تماما. الو كيفاش ممكن نوظف هاد ريمبر وهاد فرقت في الجيروند وانفينيتيف؟ هذا هو الهدف من هاد الدرس، غنشرحه لكم بلي زيتاب les exemples. Alors voici la suite. Anna remember and forget. هذا هو الهدف ديال الدرس. Remember and forget في الجيروند اور انفينيتيف. اذا كيفية الاستعمال ديال forget في الجيروندف وكيفية نستعمل forget بلوس الانفينيتيف. Alors comme vous voyez dans le tableau, il y a un exemple. I forgot posting. Forgot posting هذه في جيروند. Posting لأن تنتهي بإنج. I forgot posting the birthday card to my mother, so I was surprised. من تفاجأت. تابعوا معي. I was surprised when she called me. سأبدي الأم ديالي. She called me to say thank you. عند اللي بغينا نفهمو بالضبط هاد الجملة هادي اللي في السبورة، خاصنا نمشيو مع المنطق. تابعوا معي. وخاصنا نستعملو لي مو كلي. خاصنا نفهمو بالضبط هاداك لي مونكلي ونحاولو نستعملو الذكاء ديالنا. I forget posting. إذا الحركة الأولى اللي جرات فعلا هي posting، معنى لاكسيون ديال envoyer اون كارت بوستال، اون كارت دو انيفيرسير. إذا الحركة الأولى اللي جرات فعلا في الماضي هي to post، معنى posting envoyer اون كارت بوستال. أمام من بعد دات واحد الفترة نسيت، تسمى I forgot. كاين واحد الخطأ تسمى I forgot ماشي I forget. I forgot معنى في الباس بلاس او ديرو او، ماشي مشكل. I forgot posting. إذا الحركة الأولى هي posting، من بعد دات واحد الفترة ومن بعد نسيت forgot. شكون اللي ذكرني؟ هي المكالمة. She called me. اسم الأم ديالي اتصلت بي. She called me to say thank you. إذن posting هي الحركة الأولى، من بعد تتبعها forgot الحركة الثانية. علاش؟ لأن لو جيرونديف دائما تيكون هو الأول كما شفتو في السبورة كما لاحظتو. إذن كتذكير I forgot posting the birthday card to my mother. علاش هنا استعملت لو جيرونديف؟ لأن هو الحركة الأولى اللي جرات في الماضي، من بعد داز واحد الفترة ونسيت. شكون اللي ذكرني بالضبط؟ هي المكالمة ديال الأم ديالي. خاصني نفهم المنطق ديال الجملة باش نعرف لو جيرونديف شنو الدور ديالو. الدور ديالو الماك لانتيريوريتي، معناها تيسجل الأسبقية، هو الأول عا باش يجي من بعده فورغوت، فيرب فورغيت. فهمتوا دابا؟ تتم هذا الدرس. عندنا دابا فورغيت بلس انفينيتيف. I forgot to post. كما تشوفوا في المثال B I forgot to post. To post c'est l'infinitif. Alors I forgot to post the birthday card to my mother, so I apologized on the telephone, etc. إذن المقلة دي اللي خصني نفهم هي apologized، ماشي I was surprised كما في المثال الأول. I apologize، جو ميكسكوز. إذن كيف
درت الترتيب ديال الحركات ان اي دو. علاش اختاريت تو باس هو المرتبه الثانيه؟ علاش اختاريت فورغوت في المرتبه الاولى؟ حيت مختلف تماما بالنسبه للجيروندي. كتذكر بالنسبه للجيروندي ال مارك توجور لانتيريوريتي، معناها هو الاسبقيه، مي سي ماشي الاسبقيه ديال الجيروندي، بالعكس الاسبقيه ديال فورغوت. فورغوت هي الحركه الاولى، لانني نسيت فعلا المساله تو باست، من مستحيل الدار في الماضي تو باست لانها استحالة. علاش؟ لانني نسيت اي فورغوت تو باست ذا بيرثدي تو ماي ماذر، ماشي بحال اللي في الاول بوستين فعلا درت هذه الحركه ولكن نسيت لها. لا، هنا العكس تماما، تو باست هي الحركه الثانيه اللي تجي من بعد فورغوت. اي فورغوت نسيت تماما دو لونفوي ان كارت بوستال اما مير. علاش؟ شنو الدليل ديالي؟ هو هذا اي ابولوجايز اي جو ميكسكوز دو التليفون وين اي كول تو ويتش هير هابي بيرثدي. اذا كتذكير تنستعملوا الجيرونديف مع فورغوت، مثلا فورغيت بلوس جيرونديف لوسكو ماك لانتيريوريتي، سافي دير لاكسيون كي بريزون دون لو جيرونديف سو باس لا بروميير بلاس، ولا مارك لا بروميير بلاس، تتكون دائما في المرتبه الاولى. العكس تماما ديال الانفينيتيف، فاش نستعمل فورغوت بلس الانفينيتيف فورغيت دائما تتكون المرتبه الاولى، من بعد تجي المرتبه الثانيه ديال الانفينيتيف لاكسيون كي باس دون الانفينيتيف. هذا هو اللي كاين. alors maintenant on passe au verbe remember. كما تشوفوا في السبوره شفنا remember، شفنا بدات forget، بعد ما نشوفوا الفيرب ديال remember تاو في الجيرونت او في الانفينيتيف. تو تخدم نفس القاعده، نفس ليكزامبل ديال forget بلس الانفينيتيف بلس جيرونديف، لا ميم شوز بور remember بلس جيرونديف. كما تشوفوا في السبوره remember تيري him about the meeting so I was surprised that he did not attend. الفينيال دابا لاكسيون في الجيرونديف بيان سور سي تيرين، لان تنتهي بي ان جي. علاش اختاريت هنا الجيرونديف؟ باسكو الماك لانتيريوريتي معناه تسجل الاسبقيه، معناه هو الاول في الماضي، هو اللي تماركا في الاول في لو طون. تيرين سي لا بروميير بلاس، بوركوا؟ باسكو سي لو جيرونديف، اي ابخي سي ريمبر. ريمبر تيلين هيم، انا تذكرت بانني قلت ليه، فهمتوا؟ تذكرت الان بانني قلت ليه. اذا تذكرت من الان مع لاكسيون دوزيام اكسيون بانني قلت ليه، سالم في الماضي من قلت له، سالم الماضي. اذا تيلين هيم علاش؟ لاني اي واز سربرايزد، لاني تفاجات ذات هي ديد نوت اتند. اذا باش نعرف، باش يمكن ليا نوظف لو جيرونديف و الانفينيتيف، خاص ولا بد نمشي مع المنطق ديال لا فراز، خاص نمشي مع المنطق ديال لا فراز، نشوف واش لي دو زاكسيون شكون هي الاولى وشكون هي الثانية. اللي عرفت بان الاولى هي لاكسيون لا بروميير اكسيون الفيرب اللي خاص يكون فيها هو لو جيرونديف، و دوزيام اكسيون الفيرب اللي غيكون فيه اما ريمبر اما فورغيت. ودائما الجيروندي في المارك لانتيريوريتي توجو، هذيك ما تشوفها في السبوره. ها ايما بريمبر ايما فورغيت، سي لا ميم شوز. من بعد نشوفو التتمه. الو ماتنو اون باس او فيرب ريمبر. كما تشوفو في السبوره شفنا ريمبر، شفنا بدات فورغيت، بعد ما نشوفوا الفيرب ديال ريمبر تاو في الجيرونت او في الانفينيتيف. تو تخدم نفس القاعده، نفس ليكزامبل. من بعد نشوفوا التتمه. دابا شفنا لحد الان ريمبر بلس دو روند، وفي هذا المثال هذا غادي نشوفوا ريمبر بلس الانفينيتيف، وهذا هذا ريمبرد في باسي. باش نقول لكم بان ريمبرد عند دو طون، اما في بريزون كما شفنا في المثال الاول، وهنا شفنا في المثال الثاني في الباس. I am glad I remembered to tell him
about the meeting because it was important for him to attend. تمام معايا دابا ليكزامبل ديال الانفينيتيف. كما شفنا الانفينيتيف توجور المارك لا بوستيريوريتي، ماني تجي من بعد، ماشي بحال الجيرونديف المارك لانتيريوريتي زعما تجي من قبل. اذا المشكله في الترتيب، اللي كانت الحركه الاولى عرفها خاص ديرها في الجيرونديف، اللي كانت الحركه الثانيه تجي من بعد عرفها خاصك ديرها في الانفينيتيف. بحال مثلا في هذا المثال ذكرت شحال هذا، تذكرت شحال هذا، انا ما امبرد تو تيل هيم about the meeting because it was important for him to attend. معناها الحركة الأولى فينا هي تذكير، تذكرت سو سوفونيغ، من بعد تجي من بعد بارلي ولا to tell him did we parle about the meeting of important attend. إذن كما تشوفوا كاين واحد النوع ديال الترتيب. إذن remembered هاد لو فيرب هذا سو سوفونير في الباسي الماك توجور لا بروميير بلاص، من بعد تيجي تو تيل. ديما الانفينيتيف تجي من بعد فيرب، اما ريمبر اما فورغيت. اي ام جلاد مان جو سوي زورو باسكو بوكو باسكو جو مي سوي سوفوني، مان تذكرت قبل ما نقول لي تذكرت. باش قلت لي تو تيل هيم باش يحضر معنا في اللقاء ديالنا، وفعلا حضر معنا في اللقاء ديالنا. علاش دابا انا فرحان؟ سو اي ام جريد. اما كما الوغ كيف تشوفوا في السبوره عندنا هاد القاعده هادي خاصكم تحفظوها. المهم عندها رق قلب باش يمكن لكم يسهل عليكم التوظيف ديال الجيرونديف ولا الانفينيتيف في هاد لي دو فيرب ريمبر اند فورغيت، لانها صعيب شويه. اذا كما تشوفوا في القاعده الاولى عندنا لو جيرونديف المارك توجور لانتيريوريتي، من بعد تيجي من بعدو ريمبر اند فورغيت. ديما الجيرونديف ديما لاكسيون ولا الفيرب اللي تيكون اول تيكون فيه الجيرونديف كما تشوفوا في المثال، من بعد كي ريمبر اند فورغيت. نفس المثال بالنسبه لهذا العكس تماما بالنسبه للثانيه، فاش يكون عندي ريمبر بلس فورغيت بلس انفينيتيف، اذا ريمبر بلس فورغيت هي الاولى، من بعد تجي من بعدها انفينيتيف. كاين واحد النوع واحد كاين نوع ديال الترتيب وخاصكم تردوا ليه البال وصافي. هادشي اللي بحال هكا خاص يتحفظ على حسب المنطق. اذا كتذكير باش نوضح لكم الامور، عند اللي كانت عندكم لاكسيون اللي دارت فعلا في الماضي هي الاولى ديما تكون مع الجيرونديف، اللي كانت لاكسيون تجي ابخي ديما تكون مع الانفينيتي. هذا هو المجمل القول، سواء في لو فيرب ريمبر سواء في لو فيرب فورغيت.